شفتوا المقابله رجعنا في سكور. كانت اللعبه ديال برشيد داروا مقابله بريميم توب في المستوى، كان بامكاننا باش نقطعوا الماتش. حنا الاولين ضد مجرى اللاعب خدينا تلقينا هدف، ولكن اللعابه ما هبطوش يديهم وكانوا في المستوى ديال هاد لا جورني. مالغري هاد لا جورني كانت خصها تلعب في 21 سبتمبر، ماشي بريميم جورني 14 سبتمبر، 21 سبتمبر خصها تلعب. هي هنا معطلين بواحد شهر وشي 10 ايام. كنظن بان لو كنا لاعبين مقابلات عندنا مقابلات فرجينا كانت تكون مقابله اخرى، ولكن هارد لاك ليوسفيا وفي ستاسيون الويدان. جزئيات كما قلتي كيبقى عامل التجربه، كيبقى عامل ديال المنافسه، لاعبين الويدان لاعبين المقابلات الكاس العرب وكاس افريقيا ولاعبين دوليين لاعبين المقابلات. حنا اون سي كونتونت بلي دي ماتش اميكو، لي ماتش اميكو ما فيهمش الريتم، تيكون ماتش عادي بحال لاعب شي جيبيلي سي بور سا كو الريتم. ولكن شتي اللعبه في الاخر ديالنا كلهم حسوا بالعياء جراء المجهود اللي داروا، ولكن انا جوسوي فيغ بالمستوى ديالهم اللي بعد هذه الفتره الطويله ديال الراحه كنترينيو وكنبروغراميو الماتش اميكوس وكنمشيو لديورنا. ما عندناش لون جو، يلاه الدراري كيتخلصوا ياخذوا لي سالير ما كاين لا لي بريم لا والو. كتعرف اللاعب المغربي كيفاش سو موتيف باش من ناحيه التحفيز المادي. نتمنى الله باش تكون البدايه ان شاء الله مع تطوان ان شاء الله. انا ماشي من طبيعي باش ندوي على الحكام، ماشي من طبيعي انا. الحكام كاين مسؤولين كيدافعوا عليهم، المحكمه كاين المسؤولين هما اللي كيحاسبهم. انا ماتش مشانا من يدينا كان اوموان نرجعوا بان بوان. السيتياسيون دو ماتش ما كانتش فافوري. بيلانتي كاين الناس اللي يحكموا، سي با انا اللي غنحكم، ولكن حنا تحيد لنا بيلانتي. ايوا اذا فيك تمر شوف، انا كنقول لك قلتها هو بانه الحكم بوحدو اللي شاف هذاك البيلانتي بوحدو، ميم حتى الكعبيه راه كان كيتصعب هذا الكورنير.